اولا مرحبا بك انت سي حمزه اللي عاد التحقتي بنا، شكرا لموقع البطوله اللي كان دائما مواكب للانشطه ديالنا، لا على المستوى الداخلي ولا على مستوى التنقلات الخارجيه. جينا يوم الثلاثاء كيف ما كيعرف الجميع 7 صباحا خرجنا من مطار محمد الخامس، جينا عبر طائره خاصه اللي وفرها المكتب المسير وبمجهود شخصي كنقولها دائما ولا اجد حرجا في ذلك ديال سعيد الناصري رئيس الوداد رئيس المكتب المديري. كان لو فول خدا واحد 5 سوايع من مطار محمد الخامس الى ليبروفيل، نزلنا للتزود بالوقود ديال الطائره، من بعد واحد ساعه ونص ديال الاسكال خدينا عاوتاني الطريق فير جوهانسبورغ، وصلنا بعد قضاء واحد 5 سوايع ديال الطيران وصلنا للمطار هناك، وجدنا عملا بمبدا التعامل بالمثل كيفما حنا درنا داكشي اللي علينا مع فريق سان داونز. لقينا السلك الدبلوماسي ايضا ينتظرنا هناك في المطار. جينا في عبر الحافله والسياره ديال رئاسه البعثه لهنا الفندق اللي جميل واللي مزيان واللي نجحت فيه اداره الوداد وخاصه من سبقنا هنا. تماما كيف ما كتلاحظ راه موراك دابا مباشره كاين هو كنشوف فيه الملعب ديال اللي غيتجرى فيه المباراه ان شاء الله يوم السبت. هذا نجحت فيه عمليه كيف ما قلت، نجحنا في انجاز هذه المساله هذه لان طائره خاصه وتلقى الاقامه مجاوره للملعب، هذه ما يمكنها الا نقط لتفادي الارهاق واصابه ارهاق اللاعبين. المكتب المسير كيدير اللي عليه، مسائل لوجستيكيه، مسائل ماديه، التحفيزات الماديه، التحفيزات المعنويه. نحن هنا حنا بصفه تطوعيه، نحن اعضاء المكتب، حنا كمتطوعين جابنا اولا حب الوداد، ثانيا المسؤوليه ديالنا كاعضاء في المكتب المسير. جينا معنا الشيف كويزيني الطباخ جا من المغرب، معنا الشيف دو سيكيريتي، معنا كل شيء. المسائل كتخلي اللاعبين الكره عندهم في الاقدام ديالهم وفي اقدام وفي جعبه المدرب. كنتمنى من الله تعالى اننا نكونوا يوم السبت خير ممثل، وكنقول هذا ما بدون كلاشات، بدون كممثل وحيد للانديه الوطنيه على المستوى الافريقي وعلى مستوى اغلى مشاركه افريقيه. حنا اللي بقينا، كنتمنى من الله تعالى اننا ما نخرجوش في هذه المرحله، اننا نوصلوا للفينال، ولفنا نلعبوا الفينال، حنا حاملين لقب عصبه الابطال في افريقيا، حنا وداد الامه، حنا جينا من واحد البلد فيه نهضه كرويه على مستوى المنتخبات لا في قطر ولا الان اشبال ديال السي شيبان اللي بالمناسبه باسم جميع فعاليات الوداد كنتمنى ليه ان شاء الله حد سعيد وحد وافر يوم غد. وفوالا خصنا نشوف هذا الاطار في هذا الطريق اللي الطريق خريطه الطريق اللي دارها سيدنا الله ينصره في مناظره التسخيرات، واكدوها الساهرين على تسيير الشان الكروي منهم سي فوزي القجع ومن معاه من جا سي سعيد الناصري ومن معاه وجميع الفرق الوطنيه. كنتمنى من الله تعالى يكونوا خير سفير للكره الوطنيه، وشكرا.